seasons change, autumn fades away. Leaves they fall, it's that time again. Lights go up, beauty all around. Robins fly. لازم تحب نفسك. هاي المرحلة اللي أنت بتعيش فيها لنفسك. لازم توقف مع نفسك، لأنه الانتصار الحقيقي مش بالموت ولا بالحياة، لأنه الحياة والموت بإيد الله. One more night till you'll be by my side. The scenes that I've been dreaming. الانتصار الحقيقي انك تحب نفسك وتساعدها توقف من جديد. تم تشخيصي بمرحله رابعه من سرطان الليمفوما في 2016. اضطريت بعدها نبقى في المستشفى لمده 9 شهور. الدكاتره يقولوا انه اصعب مرحله لما نعلم المريض انه مريض، فيخافوا من الشوك. الحمد لله انا ما عشت الشوك هاي، لانه اول فكره جت في راسي لما قال لي عندك سرطان انه انا ممكن اموت. ففكره كيف امي حتسمع الخبر خوفتني، فقررت انه اقاوم. ما كان عندي حل اخر غير اني مش مستعده تكون هذه نهايتي. علمت الدكتور، قلت له انا جاهزه لاي شيء ممكن تسويه، عمليه، كيماوي، اشعاعي، اي شيء، المهم ما تنتهي القصه بهالطريقه، لانه عندي برامج اخرى في حياتي ممكن تتاجل فترات، لكن مش حابه تكون هذه نهايتي. فقاومت والحمد لله تخطيت الخطر وتعديت الازمه وانا في حاله تعافي، لانه الدكتور يقول ما ممكن نقول انه انت سيرفايفر او انت ناجيه من السرطان الا لما تعدي 5 سنوات ريميشن او فتره تعافي. لكن انا اقول له انه طالما تفتح عينيك وتشوف شمس كل يوم، كل ما يكون عندك فرصه جديده كل يوم، فانت متعافي وانت سيرفايفر. وكل شخص، مش فقط الإنسان اللي حارب في السرطان، أي شخص عنده مشاكل مهما كانت مادية، اجتماعية، نفسية، أنت لازم تقول لنفسك الرسالة، لأنه لو 100 شخص في اليوم يقول لك خليك قوي، المسج ما مش حيوصل إلا لو طلع منك أنت. فأنا رسالتي لأي شخص يعاني من مشكلة، كل يوم قول لنفسك أنا قادر أني أتخطى هاي المشكلة، أنا أستحق الأفضل، لأنه فعلا أنت تستحق الأفضل. الحرب ضد السرطان تعني المريض، لكن هذا لا ينفي انه دعم المحيطين فيه مهم جدا. النفسية لازم تكون 1000000%. فنصيحتي للناس اللي عندهم شخص مريض، قريب، صديق، معرفة، ما تحسسوا انه انسان من درجة ثانية، لا تعيشوا في قفص باللور خايفين عليه ينكسر. اول شيء لتقبل المرض انك تتقبل اسمه سرطان، لا اسمه هذاك المرض
ولا اسمه اللي ما يتسمى. نصيحة للمريض نفسه، أعطي ساعة يومياً لنفسك برغم المشاكل اللي تعدي فيها بحياتك. الانتصار الحقيقي إنك توقف مع نفسك، وإنك تساعد نفسك وتحبها وتتقبلها وتساعدها توقف من جديد. أنا عديت مشاكل كثيرة، لكن ممكن أعتبر إنه انتصاري على السرطان هو قصة نجاحي، وكل واحد فيكم جواته قصة نجاح.